اكدته شبكه سي ان ان الامريكيه. نعم. ان رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري الى 5.6% خلال العام المالي الحالي يتجاوز تقديرات البنك الدولي الاخيره بنسبه 1%، لتصبح مصر الدوله الوحيده بين البلدان المستورده للنفط التي تحقق نموا ايجابيا. ونقلت الشبكه عن خبير الاقتصاد دكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه قوله ان توقعات صندوق النقد الدولي بزياده معدل نمو الاقتصاد يعني زياده حجم الناتج المحلي الاجمالي الى 7.2 تريليون جنيه، بما ينعكس ايجابيا على معدل التشغيل وخفض معدل البطاله، بالاضافه الى التاثير الايجابي على الاسعار والتضخم وزياده الصادرات. ماشي، انا موافقه انه الاقتصاد لما زاد 1% عن ما قدر، خاصه انه مصر الدوله الوحيده بين البلدان المستورده للنفط، لكن هل هذه النسبه سوف تظل موجوده مع ارتفاع اسعار النفط عالميا الان؟ يعني حضرتك احنا وصلنا دلوقتي لكام؟ يعني سعر برميل خام برنت 90. نعم. واحنا كنا بنتكلم على الفتره دي 90 دولار. نعم. واحنا كنا بنتكلم على الفتره دي احنا كنا ما بين 60 حاجه و60، يعني في فرق 30 دولار في سعر البرميل الواحد. نعم. هل سوف نظل بهذه النسبه؟ لا، شوفي حضرتك، برضو احنا مصدرين لجزء من المواد البتروليه والغاز. نعم. الزيادة اللي هتحصل، حتى احنا مستوردين لجزء من المشتقات بتاعة البترول، البنزين وخلافه، لكن نحن في سبيلنا ان شاء الله الى الاكتفاء الذاتي. لكن بالنسبة للغاز اصبحنا احنا من الدول المصدرة ايضا دلوقتي للغاز الطبيعي، فهنا اذا استمر الارتفاع في اسعار البترول، هنا الجزء اللي احنا بنصدره هيعوض الفارق بتاع الجزء اللي احنا بنستورده، وبالتالي انا اتوقع لن نتاثر كثيرا باي ارتفاع من المتوقع ان يحدث في الفتره القادمه بالنسبه لاسعار البترول. زائد ان حضرتك احنا على المستوى الاقتصادي، شوف الشهادات، يعني الجهات الدوليه المعنيه برصد نسب النمو في اي دوله مش هتقول بيانات للتجميل لدولة معينة، ولا هتكون بيانات غير دقيقة وغير حقيقية، والحمد لله اللي بيرصد هو بعيد عني، لكن مقيم المشهد، شايف نسبة النمو قد ايه، نسبة التشغيل قد ايه، حجم الصادرات بتاعتنا قد ايه غير البترولية، وبالتالي ده بينعكس على نسب التشغيل ايضا وتقليل نسبة البطالة والتضخم ايضا. والحمد لله احنا المؤشر، احنا كمصريين بقى شفنا كل دول العالم بلا استثناء بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية تأثرت بالسلب بشكل كبير جدا بجائحة كورونا اقتصاديا. احنا الحمد لله نسبة النمو بتاعتنا ما قلتش كثيرا، وكان نسبة التشغيل عالية، ونسبة النمو لم تنقص كثيرا مثل ما حدثت مع بعض الدول اللي اقتربت من الزيرو. احنا الحمد لله نسبة النمو عندنا كانت معقولة لحد الآن، وصلت دلوقتي إلى حوالي 5.7%. ما يحدث في مصر طوال السبع سنوات الماضية وحتى الآن يا أستاذ رشا يطمئن الجميع، سواء المصريين أنفسهم بما يشاهدونه على أرض الواقع، أو جميع المؤسسات المالية الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري. أنا أتوقع إن شاء الله لو استمرينا بقوة الدفع هذه لمدة 10 سنوات قادمة بإذن الله، سنكون من ضمن أفضل 30 دولة اقتصاديا على مستوى العالم يا رب. بس أنا عايزة أقول على حاجة، يعني هو التقرير ده اللي عامله صندوق النقد، نعم، بيقول انه ده انعكس ايجابي على معدل التشغيل وخفض معدل البطالة والتأثير الإيجابي على الأسعار والتضخم. بالضبط. ايوه، لأن مصر لم تغلق خالص. انتوا بتتكلموا على دول أغلقت. احنا يعني
من الاول الدوله خدت قرار انها لن تغلق، بالعكس وفرت امصال وفرت احترازيه كثيره. نعم. جدا امصال، يمكن اكثر دوله في قاره افريقيا كلها وفرت كم امصال بما يكفي لعدد السكان كله ده لغايه دلوقتي. بالضبط. يعني لغايه دلوقتي كل شويه اسمع كذا مليون جرعه جات لنا، شويه استرازينيكا وشويه فايزر وشويه ايه. كما يعني اعلن الدكتور خالد عبد الغفار، مصر دلوقتي وفرت ما يقرب من 70 مليون جرعه لقاح. طيب يعني يكاد يكون كل الشعب المصري، لان الاطفال مش هيتم ياخدوا اللقاح، كل الشعب المصري اللي في سن هو ممكن ياخد متوفر له اللقاح تماما، وده بيقلل طبعا بنسبه التاثير التاثير السلبي ويتيح فرصه العمل والتشغيل والنمو بصفه مستمره. يعني في دول قفلت بشكل. نعم. انجلترا، بريطانيا قفلت بشكل، فرنسا. نعم. حتى الولايات المتحده، احنا ما حصلناش ده، فبدليل ان الدنيا ماشيه مش زي ما احنا كنا متوقعين لو ما كانتش موجوده جائحه كورونا، لكن ما وقفناش. احد المظاهر الايجابيه يا استاذ رشا بشكل واضح جدا السياحه. نعم. السياحه دلوقتي الحمد لله وصلت الى ذروتها بالنسبه لنا، نظرا لثقه كل السائحين على مستوى العالم في ان مصر نسبه او شكل الاجراءات الاحترازيه عاليه جدا، نسبه الامان اذا جاءوا في كل المناطق السياحيه، الأمان الناحية الصحية متوفرة بشكل كبير جدا، وبالتالي يأتوا إلى المنتجعات السياحية ومطمئنون جدا من عدم الإصابة نظرا لطبيعة الإجراءات من ناحية، زائد المناطق المجهزة لذلك. وإحنا كنا بنشوف لما كان سيادة الرئيس بينزل يعمل الجولات التفقدية في المشاريع. نعم. بشكل عام تلاقيه حريص على وهو واقف مع العمال، انت مش لابس كمامه ليه؟ بالضبط. انت مش عامل كده ليه؟ يعني بيبقى الحرص على زايد، هو كنموذج يقتدى به، او هو والحكومه كلها مرتدين الكمامه في كل مكان حقيقي، وبالتالي نموذج يقتدى به للجميع. صحيح. يعني يا ريت الناس يعني صحيح مع ارتفاع اعداد الاصابات هذه الايام، بس ده شيء طبيعي في العالم كله، مع كمان الطقس السيء اللي احنا قاعدين فيه. طقس سيء حقيقي. ده صحيح.